هنا يخشى هؤلاء العمال الذين يعملون في صناعة الأثاث من فقدان فرص عملهم بعد القرار الإسرائيلي المفاجئ بوقف تصدير الأثاث للخارج عبر معبر كرم أبو سالم حتى إشعار آخر. يقول مالك هذا المصنع إنه قرار كارثي دفعه لوقف العمل بشكل جزئي وتعطيل عدد من العمال لتقليل حجم الخسارة التي بدأ يتكبدها، لأن هذا قرار بيخرب بيوت ناس كتير كتير. هذه منشأة فيها كذا عامل، العامل عنده عيلة، العيلة هذه مصاريف أولاد وأطفال، فاهم انت كيف؟ فهذا قرار جائر وصعب صعب، بدنا حدا يتدخل فيه على السريع، لأنه خراب بيوت بشكل مش طبيعي. ويقول الاتحاد العام للصناعات الخشبية إن عدم تراجع إسرائيل عن القرار سيلحق ضربة كبيرة بحق المصانع في القطاع، والتي عانت 10 سنوات بفعل منع التصدير. أسواقنا التقليدية للأثاث بالإضافة إلى السوق المحلي في غزة هي الضفة الغربية والداخل، وعندما نفتقر ونفتقد هذه الأسواق فإن ضربة كبيرة تصيب الصناعات الخشبية في قطاع غزة بالشلل. وزارة الاقتصاد حملت إسرائيل مسؤولية ما سينتج عن قرارها، ودعت المجتمع الدولي للتدخل للتراجع عنه. الخطوة القادمة تدرس الوزارة من خلال لقاءاتها مع القطاع الخاص إلى منع استيراد الأثاث عبر معبر كرم أبو سالم كخطوة احتجاجية على قرار منع التصدير، ولأنه من حقنا الاستيراد والتصدير بحرية كاملة. دعونا الآن من خلال مناشدة للرباعية والاتحاد الأوروبي قبل قليل بضرورة تدخل الرباعية لوقف هذا الحصار المشدد على قطاع غزة. لا تريد إسرائيل للقطاع الاقتصادي بالتعافي، بل إبقاءه يعاني من ويلات الحصار وتبعاته. ما يتم تصنيعه هنا سيبقى في مكانه بعد قرار منع التصدير، الأمر الذي سيكبد أصحاب هذه المصانع خسائر مالية فادحة، وقد يضطرون في المستقبل لإغلاق مصانعهم. محمد الدعور، الغد، قطاع غزة.